ازيكم يا جماعة؟ عاملين احسن جدا، اتمنى تكونوا بخير. لعبتكم اللي بتجيب توتر واللي بتجيب لي فيو في نفس الوقت. خش استنى، هو الليفل بس. انا عايز اغير اللون ده. بص اسمه ايه ده؟ اول حاجة انا بقالي كتير ما نزلتش في الجوهات عشان تعبان، يعني عندي برد جامد، ف صوتي مفيش، ف في الاول هسجل لكم عشان صوتي والفيديو كده تمام. اسمه ايه ده؟ هو في الدراسة ممكن ما اعرفش اسجل كتير. طيب والنبي انت، ما حد يساعدني منكم. طيب يا ولادي من اولها، يا من اولها كده. بيرموا بقنابل، يرموا قنابل. هو ده سلاح قوي اللي كان معايا دايما. يا رب يا رب والنبي ساعدني في اللعبة دي عشان ايه؟ معيش دم، ربنا ما معايا دم. ما بالراحة يا عم انت بقى، ما بالراحة. ايه كل دول؟ يا اسطى ثانية، يا اسطى ثانية ثانية، الله يخرب بيتك. هدا كده، تسجيل ده كده، قنابل تمام، ارمي. ايوه بس كده، طب زهقوني ليه؟ يا رب اخر واحد خلاص، في حد تاني. وانا مش هموت من اخر واحد يعني، ما تتشقلبش والنبي، مش ناقصه ذكاء. مين تاني؟ ما تموتش يلا، الحمد لله خلص الراحة. انت ليفل 8 يا رب. هو انا بقدر على ليفل 4 اساسا؟ اخلص يا كيرفو الكابتن. ها طب انا حد يا لهو هموت، عارف. طبان يا رب، دول اذكياء قوي ما شاء الله، يعني ربنا يحفظكم بذكائكم. ما تضرب خلاص، ربنا يخلص. ايوه هقابل مين دلوقتي؟ مين يا راجل؟ انت بتتضايق ليه؟ طيب السلاح اللي بيفضى في ثانية ده، بس مفيش حد ورا صح؟ اعمل بس الاتجاهات. مين هنا؟ مين هنا؟ مش عايز اعرف. خد دي، خدوا دي بس كده. انت لسه عايش؟ لسه عايش الواطي. اهلا وربنا، ما انتم متحركين. طب هي بتيجي فيا ازاي؟ نعم في ايه بقى؟ ارمي ام القنبله وتعال يلا. هي بتيجي فيها ازاي ما اعرفش، بس كده خلاص.
هساعدهم اكيد. طب انا عايز اعطي العربية دي. طيب محتاج مين تارجت؟ تارجت مين؟ الله صحابي هساعدهم بسرعة. اشتري احذف احذف التارجت. ايه بدأت تارجت نهار اسود. ايه ده يا عم التارجت؟ ايه ده يا عم التارجت يا حلو؟ ساعدوني يا ولاد، يا ولاد ساعدوني. حدف قنبلة، حدف قنبلة، حدف قنبلة. وربنا صعبة. لا صعبة كابتن، يا كابتن هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة ولا ايه؟ اكتر سور ولا ايه؟ طيب شوتجن. ده بيضرب، ده بيضرب بايدين الحيوان في الزنقور كده وهو واقف. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. قنابل بسرعة، قنابل بسرعة في الزنقور. نهار اسود اكمل. انا وصلت هنا مش هعرف اقف، مش هينفع اقف اساسا. ايوه هو السنايبر ده فين؟ اضربه والنبي، وحد امك اضربه يا شيخ. انا لسه معايا اصحابي. طيب ولا راح فين؟ لو حاطيني صناديق طلق طبعا، ده انا محتاج له كل حاجه. ده ما بيتأثرش، ما بيتأثرش، ما بيتأثرش. لا وبيهرب من القنابل. يا رب يا رب يا رب والنبي. اضرب اقتله، اقتله. اخلص فلوسي كلها على القنابل. الله يخرب بيتك. اهو اتفجر بقى يا ابني، اتفجر بقى. الله يخرب بيتك يا شيخ. يا رب تموت يا رب، يا رب تموت يا رب. يا رب يا رب ساعدني. مش شاطر يموت، ما بيتأثرش، ما بيتأثرش. انت ايه اللي بيموتك؟ طيب قول لي. خد القنبلة دي مني ليك. ده ليه يعني؟ فين يعني؟ فين يعني؟ احدث بعيد. ضرب النار جاية من كل حتة. هي اللعبة دي صعبة كده ليه؟ يا رب. خش بقى، خش. يلا 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 يلا. انت فاكرني خايف ولا ايه؟ انا برعوب 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 بس والله. موت بقى، موت موت. بيموت اهو، بيموت بيموت والنعم. قرب قرب يروح في 60 داهية. لا املى السلاح، خبى املى السلاح. في صوت هناك اهو. تعالى لي يلا، خد ده، خد كل ده، ابلع. لسه ما متش ازاي؟
مات اهو ربنا. خلص على الأتباع دول بقى عادي. في شخص هنا، أيوه بس كده. فين الشخص التاني؟ اضربه بسرعة، اضربه بسرعة. ولا اهمل، يلا قنبلة من حظك ونصيبك. رئيسكو كان عاوزها بس انا شلتها لكو، يعني عشان تعرفوا بس بحبكوا قد ايه. في مين تاني؟ فوت، خش هنا بس هما ظهروا تاني. الله يخرب بياضكو. اضربوه بسرعة. يا رب يا رب والنبي يموتوا ويخلصوا بقى. انا بضرب من ناحيتين. زمان ناقص دول. طل بسرعة والنبي. في حيوان هنا تاني، ايوه تعال. خزنة مش كفاية. المفروض يدوني هيلث بقى. ايوه هذا سلاح السمك عشان لو قابلت حد. والنبي ده انا تعبت، حرام عليك يا شيخ. حسب الله ونعم الوكيل. في اللعبة دي هنزل لكم منها فيديو كل سنتين كده. اذا روحت حاجة تانية. طيب كفاية اوي. انا محتاج اتنيل اعمل الاسلحة. كان في واحد فري هو ده. تمام السلاح جديد، سلاح. What is the new weapon؟ بس سرق. تعرف نصب عليا؟ بس نصب عليا صح؟ مش عارف اعمل ابجريد لاي حاجة. ده 130، ده 130 برضه. لا ده اللي 140. عشان كده قوي. مفيش حاجة تانية يعني. هل صندوق كمان يعني؟ هل صندوق كمان؟ هات واحد كمان. اعمل ابجريد للار بي جي. مية وثلاثين بس. لا ضعيف لسه. خلاص كفاية يا جماعة، كفاية كده. Thank you.
اهم حاجه بس طبعا لك كام شيء يعني انا كنت بحسد نفسي وربنا الصبر يعني، فقال لي من الاسبوع ده 20 مشترك بقيت 80، بعد كده بقى لي يومين انزل 79، بعد كده اطلع 80 تاني. في حد بيلعب يا جماعه ولا ايه؟ طيب يعني لا ازيده تاني، انا عاوز اوصل 100 مشترك، 180 200 كده يعني. تمام يلا سلام. We'll be right back.